هو أن في واقع يحسموها. حرب، لكن الواقع شلون تشوفه أنت؟ حالة حرب من 48 إلى يومك هذا. في 49 كانت هنالك هدنة زين. وقعت، العراق لم يوقع هذه الهدنة، العراق في حالة حرب. بعد لا يجي يقول للفصائل المقاومة أنتم لا يحق لكم أن تواجهوا الأمريكان الذين يدعمون هذا الكيان الصهيوني، مع ملاحظة أن الأمريكان يقولون إحنا موجودين. إيش ما يريدون يحجون العراق، إذا الحكومة تسمح لي أبو تحكي علي، تقول إحنا عملنا أبو على علي إذا تخفيض تسمح لي، القوات، هذا غير صحيح. أما في قضية الهجوم والدفاع، بس شيء بسيط يعني للأخ الأستاذ الدكتور مناف، لا هو نحن صحيح في زمن الغيبة نحن في حالة دفاع، وكل المقاومات هي مقاومات دفاعية، لكن بالتفصيلات الهجوم هذا هو دفاعي، هذا مو هجوم. يعني مثلا دخول الفاو، بالمناسبة أنا دخلت الفاو مع القوات الإيرانية ومع الحاج الشهيد قاسم سليماني، وهذا لا يقتضي أو يستلزم بالضرورة إذن من الإمام صاحب الزمان. وبعدين عندما نقول أن الإمام صاحب الزمان هو الذي يحرر فلسطين، هذا لا يمنعنا لا من استاذ، أن نتحرك عفوا ونعد العدة. استاذ.